الحرائق في الجزائر وفي تركيا وفي أستراليا وفي أمريكا هكذا؟ هل تسببتم؟ تقصد نيران الحرب والفرقة أو فقط نيران لحرق الحدائق والقرى؟ كلاهما. طيب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ماذا تقول؟ لا لا ماذا؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 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 ماذا وقع؟ ماذا صار؟ انتهت النيران؟ نعم كلها؟ نعم طيب هي النيران التي في الغابات ها؟ وملكة النيران هي غاضبة ملكة النيران؟ نعم من الجن؟ نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هل أنت ملكة النيران؟ هي. ماذا بك؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله تقبل الإسلام؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض. أسلمتم؟ نحضر ملكة النيران إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان تكاد تميز من الغيظ. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، 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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جئت الملكة؟ نعم جاءت. لماذا لا تتكلم؟ هي لا تستطيع الدخول. لماذا؟ لأنها عندها قوة يعني كبيرة جدا. طيب هل تستطيع أن تبلغها عني؟ نحن مسرورون جدا بمجيئك يا أيتها الملكة. أنت ملكة النار، فماذا كنت تفعلين بالنيران؟ إبليس صنعها؟ نعم. هل أنت جنية أو ماذا تكوني؟ أكثر. أكثر من جنية؟ نعم. وإذا تشتغلي لإبليس؟ وماذا بما كلفك؟ هي لا تستطيع أن تقدرك. سر. نعم، لأن أمر خطير. ولكن هل هو هذه النيران التي تشتعل في الجزائر وتركيا وأستراليا وأمريكا وغيرها؟ نعم. هذا شغلك؟ فهذا شغل جديد أو هو قديم قديم؟ ليس قديم كثيرا، يعني منذ سنوات، 10-20 سنة أو منذ قرون، مئات السنين. قرون. منذ قرون. نعم، وهذا هو يعني هناك غاية. والغاية ما هي؟ الأسباب الأخرى أن يكثر الفساد والفقر والخوف بين البشر، فلما يأتي الدجال كلهم يرون أنه المنقذ. أليست هذه الأسباب الأخرى؟ من هذه الأسباب كذلك وغيرها. طيب إذا أنت ملكة النار، صنعك إبليس فغير شكلك، فسنعيدك إن شاء الله إلى شكلك الأصلي.
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هل تستطيع دخول الجسد الآن يا ملكة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. جئت يا ملكة؟ مرحبا بك. هل أنت سعيدة أن تعودي إلى حالك الطبيعي الأصلي؟ هل عدت أو ما زال؟ طيب، تقبلين الإسلام؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد. مرحبا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. عندك دم؟ عهود؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض،
الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض، الله النور السماوات والأرض.